طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. اسمي آدم، عندي 17 عام. أنا كتعجبني الكرة من جيل صغير بزاف، من جيل 5 سنين، حتى كان خويا ديجا كيلعب الكرة وعجبني بزاف كيفاش كيلعب، ومن ثم بقيت كنلعب من جيل صغير بزاف، 5 سنين كنت كنلعب. وبجيل 12 عام مشيت للبرتغال نلعب في ماديرا مع خويا في كلوب ماريتيمو، بقيت تما كنلعب عامين، ومن ثم الله يسهل عليا مشيت لاسبانيا لعبت في باداخوس في اكسترا مادورا بريميرا ريف، ودابا حاليا كنت كنلعب في مربية، ودابا حاليا كنلعب في كلوب باسكت كولتورال مع الخوفينيل ديالهم مع الأ ديالهم. المنتخب الوطني كان ديما كيعجبني من جيل صغير بزاف، وكما شفتوا شنو داروا في قطر، هذيك كل ولد صغير كيحلم يلعب المنتخب المغربي، وكنتيني بالجد وكنحلم وكنطلب الله باش الله يسهل شي نهار ان شاء الله وحتى انا نكون واحد منهم. دابا من سنيت الكونترا البروفيسيونيال اللي في مع باداخوس، كان بزاف كلوبات كيطلبوا نلعب معاهم في البرتغال، اللي كيطلب نلعب في البرتغال، في رومانيا، في فرنسا، ودابا حاليا كنلعب في اسبانيا حتى تسالي الكونترا ديالي العام الجاي ان شاء الله، وديك الساعه نشوف اذا كان شي كلوب مزيان في اوروبا الله يسهل ان شاء الله ونفين نلعب مع الكلوب اللي مزيان. كما عرفتي كان باش عيط والدي الركراكي ان شاء الله مع المنتخب، خصني نخدم مزيان في اوروبا، نلعب الماركي، نوري بان ماشي بحال ولاد اخرين اللي كيلعبوا، خصني ديما نبين ديفيرونس بيني وبيناتهم، ونخدم بزاف 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 باش ان شاء الله الوالد الركراكي يعيط ليا بصح باش توصل الاكيب ا ديال المغرب، خصك تدوز لي يو 17 لي اسبوار يو 16 يو 17 يو 23، وهاديك الساعه اذا كنتي كتلعب مزيان وكتولي المهارات ديالك من هذيك الساعه كتطلع الاكيب برومي، ولكن قبل باش تطلع الاكيب برومي خصك تبين المهارات ديالك في لي اسبوار مع لي يو 17 ومع لي اسبوار ديال الاكيب ناسيونال، واذا بان اليوم بان انت مزيان الفرقه الاولى ديالهم الاكيب ا بروميير وعندك ديفيرونس بينك وبين الاولاد الاخرين، هذيك الساعه تقدر تطلع مع الاكيب ا بروميير ديالهم. كان ديجا سولوني لعب مع منتخبات اخرين، ولكن الصراحه ما انا العائله ديالي قلنا ما نلعب مع حتى شي منتخب اذا ما كانش المنتخب المغربي، وما نلعبش اذا ما كانش تحت الرايه ديال المغرب. المغرب البلاد الوحيد ديالي، ونلعب غير مع المنتخب المغربي ان شاء الله. اذا عيطوا لي ان شاء الله مع المنتخب الوطني نوري المهارات ديالي، السرعه ديالي، الكاليتي ديالي، ونولي الديفيرونس بيني وبين الاولاد الاخرين وبيني وبين الملاعبيه الاخرين، وان شاء الله كنتمناو يعيطوا ليا، نفرح بزاف بزاف بزاف، يكون كما كان لي يو 17 ولا لي سبور ديالهم ولا الكيب بي. المهم الحلم ديالي هو نلعب مع المنتخب المغربي ونمارك ان شاء الله ونفرح عائلتي غير مع المنتخب الوطني المغربي. كما عرفتوا ماشي غير الحلم ديالي، وحلم دعا لي كل ولد في العالم يلعب في ريال مدريد ولا باريس سان جيرمان ولا برشلونه، انا الحلم ديالي نلعب مع ان شاء الله مع ريال مدريد، ونلعب ان شاء الله مع المنتخب المغربي، وخصني باش نوصل لهذيك المرحله هذه خصني نخدم بزاف ونوري للناس كنسوا باش نوصل لهذه المرحله هذه، ولكن الحلم ديالي هو ان شاء الله نلعب مع الفرقه ديال مدريد في اسبانيا ونلعب مع المنتخب المغربي ان شاء الله. حتى البدايه ديالي كما عرفتوا الكره في اوروبا الاكسبيريونس تما طالعه والنيفو طالع على فرق هنا في افريقيا، وكما قلت لكم انا ملي كنت صغير بزاف كنت ديجا كنلعب في اوروبا، بجيل 12 عام خليت عائلتي ومشيت نعيش بوحدي مع خويا في البرتغال في ماديرا، وتما تعلمت بزاف الكره الصراحه مع في البرتغال كما عرفتوا ديجا تما هما عندهم الكره في الدم، تما علموني بزاف الحوايج، قريت تما في المدرسه في اكاديمي ديالهم ماريتيمو، ولعبت ضد فرق كبار ضد بنفيكا مار بورتو، تما
ملي كتلعب تماك في اوروبا عندك الاكسبيريونس اكثر. و المغرب اذا الله سالف شي فرق هنا في المغرب كما كانت في بطوله برو علاش لا نشكر الله ونلعبوا نلعبوها حتى هنا ان شاء الله. كما قلتي عندك الصح كما قلتي انا باقي صغير في باش نلعب مع المنتخب المغربي ولكن اذا ان شاء الله عيط ليها الوالد الركراكي تكون شي حاجه كبيره في الحياه ديالي وفي الحلم ديالي. وملي كتكون بحال هاد الاكسبيريونس هادي خصك تقاتل على بلاصتك وتوري بان حتى انت كتلعب مزيان وكتماركي وكتجيب الريزلت بوزيتيف في الفرقه واخا انت باقي صغير تقدر تكون شي واحد عنده 16 17 ويدير لك هذاك الشيء لي ريزلت اكثر من لي واحد اللي عنده 32 ولا 27 اللي كيلعب مع لي سينيور حياته كامله عليه. وما تمني الصراحه ما كراش ان شاء الله اذا الله سال نلعب المنتخب المغربي ووالد الكراكي عيط ليا نفرح بزاف ونتقاتل على بلاصتي ونوري شنو كنسوى. كما نقول لك ان شاء الله باذن الله ان شي يوم واخا ما يكونش مع ليكيب بروميير يكون غير مع لي اي 17 ولا لي اي 19 ولا اي 23 نفرح بزاف نلعب تحت الرايه المغربيه ونخدم بزاف. وكنقول لك وليد الكراكي ان شاء الله تقدر تثق بيا واذا شي نهار ان شاء الله عيطت ليا نلعب مع المنتخب المغربي غادي نوري لك شنو كنعرف ندير ونجيب لك ريزلت بوزيتيف بزاف الفرقه. وشكرا بزاف.